مرحبا. اهلا مرحبا حجة، بدي اسالك، عندك كهرباء شيء؟ اكيد مثلنا مثل كل البلد ما في كهرباء. هكذا اصبحت حياة اللبناني في العام 2021، بات يشتاق لكهرباء حرمته منها السياسات الخاطئة وفسادها. هيدي براداتنا، صارت براداتنا منظر علبة علبة بس، ما فيها شيء، ماشي الحال الحمد لله، الله يفرج على هالبلد بتاعتها. عم تضطر تكب كتير أكل؟ ايه أكيد أكيد، ما في أنا يوم واحد تاني يوم ما في كهرباء بكب الغرض خلص. الحاجة أم أحمد تسابق الوقت لإتمام التزامات منزلية تتطلب كهرباء. هتلاقين هم الميات كيف نطلعن والغسيلات كيف نغسلهم. من ساعتين إلى أربع هو عدد ساعات التغذية الكهربائية التي تتكرم بها الدولة على مواطنيها. التهديد الأخطر هو على الإنترنت في لبنان، والذي إذا تضرر سيشل البلد. وعليه حذر مدير عام هيئة أجير عماد كريدي من أن الارتفاع المستمر في ساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لأجيره، ما يهدد جديا في إمكانية تقديم الخدمات. هذه الصرخة التي أطلقها كريدي تم تسييسها من قبل من حرم اللبنانيين من حقوقهم بالطاقة الكهربائية. سياسة النعامة اللي بتدفن راسها بالأرض وبتقول ما في مشكل، وصلت البلد ووصلت اللبنانيين للي نحن فيه. وبعد هذه التحذيرات أقرت الدولة اللبنانية سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات، إلا أن هذه السلفة تؤمن الكهرباء لمدة شهرين فقط، فهل من حلول بديلة؟ زيادة عدد المولدات والقيام بأعمال صيانة مستعجلة لتأهيل المولدات لحتى تقدر تتحمل ساعات عمل طويلة، وكمان الخيار مبارح انطرح واللي نحن أخذنا قرار أنه بالأماكن المتاحة اللي الطاقة الشمسية فيها تشغل السنترالات حنستعمل الطاقة الشمسية لنشغل بعض السنترالات اللي بالمناطق النائية. الحلول المؤقتة ليست بحلول، والمطلوب إيجاد حل مستدام لهذه الأزمة التي استنزفت خزينة الدولة وبقيت مستعصية. ناهد يوسف، العربية، بيروت.